وإن شاء الله 90 يوم بتفصلنا عن الشهر الكريم. كل سنة وكل المصريين بخير وصحة وسلامة يا رب، واحتفالات في كل مكان بإذن الله دايما يا رب. أيامنا كلها خير وسعادة ومحبة. خطة كبيرة ومبكرة وغير مسبوقة من وزارة الأوقاف في الإعداد لشهر رمضان المبارك. خلينا نعرف أكتر تفاصيل خطة وزارة الأوقاف. بينضم لنا دلوقتي على التليفون دكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، ولو تقول لنا إيه الجديد في هذه الخطة المبكرة للشهر المبارك؟ كل سنة وحضرتك بخير. مساء الخير عليك يا استاذه هدير، وكل سنه وحضرتك طيبه والشعب المصري يا رب دايما وابدا في خير وسعاده وسلام. وحضرتك بخير. يمكن في اطار توجيهات معالي الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعه وزير للتعداد المبكر لشهر رمضان المبارك، ان شاء الله هيبقى في محورين اساسيين، المحور الدعوي والمحور التنموي الاجتماعي اللي هو من صندوق البر. المحور الاول ان شاء الله باذن الله المساجد ستشهد ان شاء الله باذن الله انطلاقه كبيره واسعه وغير مسبوقه في شهر رمضان المبارك. هيكون ان شاء الله باذن الله عندنا صلاه التراويح، طبعا هتكون في كل مسجد تقام فيه شعائر الجمعه. مع صلاه التراويح هتبقى ان شاء الله باذن الله استعداد الوزاره لاقامه الاعتكاف، وان شاء الله ايضا هيكون في صلاه التهجد بالمساجد الكبرى. يعني ده الاختلاف عن السنه اللي فاتت. مختلف خالص عن العام القادم، احنا عشان كده بنقول ان هي خطه غير مسبوقه واستعداد مبكر ان شاء الله باذن الله للاحتفال بشهر رمضان المبارك. ده غير الدروس العلميه اللي هتبقى موجوده طبعا، والخاطره اللي بتبقى في صلاه التراويح، غير المقارئ المتنوعه اللي احنا بنشوفها بفضل الله. يمكن النهارده انطلقت لاول مره في جمهوريه مصر العربيه، وبعض صلاة القراء قال لاول مره في العالم كله يبقى في حاجه اسمها مقرأة كبار القراء للتجويد، مقرأة مجودة، يمكن انطلقت النهاردة في مسجد مولانا الإمام الحسين، والكلام ده هيبقى في شهر رمضان. المقارئ والابتهالات هتبقى طوال الشهر الكريم بإذن الله سبحانه وتعالى. وتم التواصل مع المديريات عشان كل مديرية من النهاردة هتبدأ تحط المساجد اللي يصلح فيها الاعتكاف، والمساجد اللي هتقام فيها صلاة التراويح وصلاة التهجد على مستوى الجمهورية. هذا في الجانب الدعوي. الامر الثاني، وجه معالي الوزير النهارده الاداره المركزيه للبر والاوقاف باعداد الخطه لتوفير وتوزيع مليون شنطه سلع غذائيه على الاسر الاولى بالرعايه، وان شاء الله هيبدا ان شاء الله التوزيع قبل بدايه الشهر الكريم، ومعها هيكون 300 طن لحوم في اطار مشروع صكوك الاطعام التي تنفذه وزاره الاوقاف ووزاره التموين ووزاره التضامن. فجانب البر ان شاء الله الاستعداد، وهيبدا باذن الله توزيع قبل رمضان بايام مليون شنطه على الاسر الاولى بالرعايه، والسلع الغذائيه دي هيتم تجهيزها بالتعاون مع وزاره التموين، ويتم التوزيع بالتعاون والتنسيق مع وزاره التضامن عشان هي اللي عندها القاعده وهي اللي عندها الاسماء والكشوف اللي بيها الاسر الاولى بالرعايه. فان شاء الله باذن الله مبكرا ان شاء الله سيبدا الاستعداد لشهر رمضان المبارك. كل سنة وحضرتك بخير وكل المصريين بخير وصحة وسلامة. شكرا جزيلا دكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف.